عايزه استعرض معاكم يعني ارقام الزمالك وكمان ارقام المقاصه في المباريات خلال موسم الدوري هذا العام. تعالوا نروح للزمالك ونشوف احنا لعبنا قد ايه. احنا دلوقتي الحمد لله في المركز الاول، لعبنا 29 مباراه، عندنا دلوقتي 69 نقطه، فزنا في 22 مباراه، تعادلنا 3 مباريات فقط، خسرنا 4 مباريات، أهدفنا 54 هدف، أهداف علينا هم أو سجلت في مرمانا 26 هدف. تعالوا بقى نروح لمصر المقاصة ونشوف أرقام مصر المقاصة. لعبوا هم في المركز ال 18، لعبوا 29 مباراة، النقاط 15 نقطة، فازوا في مباراتين فقط، تعادلوا 9 مرات، خسروا 18 مرة، أهدافهم 12 هدف، سجل في مرماهم 38 هدف، هم أضعف خط هجوم. تعالوا بقى ناخد أرقام تانية ونشوف الزمالك خلال مشوار الدوري كسبنا مين الفرق اللي احنا لعبناها ومين الفرق اللي احنا كسبنا قدامها وبالارقام بالظبط. يعني احنا فزنا على البنك الاهلي 2-1، وبعد كده فزنا على سيراميكا 3-2، وفزنا على المقاولين العرب 1-0، فزنا على غزل المحله 2-1، 2-0 ولا ايه؟ الفوز على سموحه 2-0، الفوز على فيوتشر 1-0، الفوز على بيراميدز 3-0، الفوز على الجونه 4-1. طيب احنا دلوقتي بنبحث عن الفوز التاسع. احنا النهارده لو كسبنا مصر المقاصه وان شاء الله نقدر ان احنا نكسبهم، صحيح المباراه صعبه بس احنا قدها طبعا، احنا عدينا كل الصعب تقريبا، لو كسبنا النهارده يبقى الفوز التاسع على التوالي.